بيكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد. أنا المهندس حنان عواد ومعاكم بتكلم على بعض المهارات الأساسية علشان ندير حياتنا بطريقة كويسة، علشان ننجح، علشان نحقق أهدافنا، وأهم حاجة علشان نبقي حياتنا في توازن ونصل لأعلى مستوى من مستويات السعادة والرفاهية وجودة الحياة. النهاردة عايزة أتكلم على إزاي نبقى متحاورين جيدين أو محاورين جيدين، يعني مهارات التحاور. وعايزة أبتدي الأول ببعض المفاهيم المغلوطة اللي أنا نفسي حتى كنت فاكراها قبل كده عن الحوار وفن الحوار. كتير مننا بيفتكر ان الشخصيات الاجتماعية محاورة جيدة، وده مش صح، او ان الشخصيات الانطوائية ما بيعرفوش يتحاوروا، وبرضو ده مش صح، او ان اللي بيتكلم كتير بيكون محاور كويس، برضو مش صح. لكن اللي عرفته واتعلمته وكمان ابتديت اعلمه واتكلم فيه خاصة مع الليدرز والمانجرز، ان مهارات التحاور مهمة جدا جدا جدا، وهي جزء من مهارات التواصل بيننا وبين الاخرين. ومهارات التحاور دي ما بنتولدش بيها، احنا بنتعلمها واحدة واحدة. والنهاردة عايزة اتكلم معاكم على هذه المهارات وايه الخطوات العملية الفعلية اللي نعملها علشان نزود مهارات التحاور عندنا. الحوار عملية دوات، ثنائية، مش سولو، مش فردية. فالاشخاص اللي بيتكلموا 90% من الوقت وهم فاكرين نفسهم انهم في حوار، ده مش حوار. الحوار لازم يكون متوازن ما بين الطرفين او ما بين جميع الاطراف، وان يكون كل الناس اللي موجودة في القعدة مشاركة لهذا الحوار. واول نقطة تضمن لنا ان يكون في هذا التناغم بين الاطراف المتحاورة ان يكون لهذا الحوار هدف. كل حوار لازم يكون له هدف. لما نقعد في قاعدة نفكر ايه الهدف هنا؟ هل الهدف هو تبادل المعلومات؟ ولو كان الهدف تبادل المعلومات، تبادل المعلومات بين مين ومين؟ مين اللي هيقول المعلومة ومين اللي هيتلقى المعلومة؟ او هل احنا على نفس هذه الدرجة ما بين التلقي وان احنا نقول وان احنا نتلقى المعلومة؟ هل الحوار هدفه تقضية الوقت؟ هل الحوار هدفه توضيح بعض الامور اللي غايبة على الطرف الثاني؟ المناقشة دي او الحوار ده ايه الهدف منه؟ لما نروح نقعد مع الاصحاب ايه الهدف من الحوار اللي هيكون موجود في القعدة دي؟ هل مجرد ان هو ان احنا هنتكلم وهنضحك مع بعض؟ لو كان الهدف هو المرح والبهجة وان احنا نضحك مع بعض، صعب جدا اني اتكلم في مواضيع تقيلة في القعدة دي. كتير جدا نبقى قاعدين ونقول لك فجأة القعدة اتقلبت بشكل مش حلو. ليه؟ لان الحوار ابتدى له هدف وحاد عن هذا الهدف. سواء بقى كان حوار جاد وهادف وفي تبادل المعلومات واتقلب لهزار وامور سطحية، او العكس. فلازم اما ابتدي في اي حوار لازم افكر في هدفي وهدف الاشخاص اللي حواليا اللي انا هتحاور معاهم. لما يبقى الهدف واحد عادة بيكون حوار كويس. النقطة التانية اني لازم اقدر الشخص اللي انا بتحاور معاه، حتى ولو كان اسميا انه اقل مني في العلم او اقل مني في المنزلة. ويمكن دي فرقت جدا جدا لما ابتديت اني ابص لولادي بنظرة مختلفة
ابتدى الحوار فعلا يبقى حوار متبادل بيني وبينهم، وابتدوا يحبوا يتكلموا معايا لاني ابتديت اقدرهم واقدر التأثير اللي بيعملوه في هذا الحوار. فلازم اقدر الشخص اللي انا هتحاور معاه. وبيني وبينكم يعني التحاور مع شخص انا مش بقدره ولا شايف له قيمة ملوش اي فايدة، وهيبقى حوار ملوش اي فايدة. النقطة الثالثة ان جزء كبير من جودة الحوار يعتمد على جودة القصة اللي احنا بنقولها. في ناس مشهورة ومعروفة، وكان منهم بابايا الله يرحمه، انه كان دايما يحكي قصص من حياته، دايما يقول على مواقف من حياته، وكانت مواقف يعني مواقف ثرية ومواقف صعبة ومواقف معقدة. فكان لما يحكي القصة كنت ألاقي الناس مستمعة ليه. طبعا يعني احنا في البيت لان احنا سمعنا القصص دي اكتر من مرة، فكان في نوع من الملل احيانا لما بيقول قصة احنا سمعناها كتير، وكان اكتر يعني حد بيتأثر بالموضوع ده ووالدتي. لكن كان للأشخاص اللي أول مرة بتسمع هذه القصة كان يبقوا يعني مشدودين جدا جدا جدا. فنحاول ان احنا نستقي من حياتنا قصص ليها قيمة ومؤثرة. واذا ما كانش عندنا قصة تدلل على الرأي اللي احنا عايزين نقوله او الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها، قراءتنا هتثري مخزوننا من القصص اللي ممكن نتبادلها مع الاخرين في اثناء حوار من الحوارات. وده يؤكد على مبدأ حلو قوي، يقول لك garbage in garbage out. ده مبدأ جاي من هندسة الكمبيوتر. لما بيعملوا داتابيز يجمعوا فيها بيانات معينة، لو حطيت بيانات اي كلام مخرجات البرنامج هتطلع برضو اي كلام. واحنا لو كان اللي بيملع لنا حاجات اي كلام، اللي هيطلع من بقنا هيكون اي كلام. فلازم نثري افكارنا بان احنا نقرأ حاجات كويسة، حاجات عليها القيمة، حاجات تغذينا بمعارف وعلوم وقصص مفيدة وكويسة. النقطة الرابعة مهمة جدا 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 ومهارة في حد ذاتها، وهي الانصات العميق. يعني بيقولك ايه؟ اسمع لتفهم ولا تسمع لترد. احنا احيانا بيكون الشخص اللي قدامنا بيتكلم واحنا بنسمع، بس مخنا بيفكر في الرد اللي هقوله. فلازم هنا نرجع بقى تاني لهدف الحوار من الاول. ايه الهدف، الغاية من هذا الحوار؟ فلما اسمع، اسمع عشان افهم الشخص اللي قدامي بيفكر ازاي، اسمع عشان استفيد، وكل بني ادم هسمع له هستفيد، واسمع عشان كمان اعمل توازن في الحوار. اني اتكلم قد ما بسمع عشان الشخص اللي قدامي يسمع قد ما بيتكلم. فلازم ننصت بعمق، ويمكن ده مفيد قوي 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 واحنا بنتكلم مع اولادنا او مع شخص بينصحنا. فبدل ما اخد موقف دفاعي، اسمع بدون ما اخد الكلام ده وان هو توجيه اتهام ليا او تقليل من اللي انا بعمله، اسمع علشان افهم هو بيقول ايه، وما اقعدش مخي يروح يوندر في الرد اللي هرد بيه. لو فهمت هعرف ارد كويس. النقطة الخامسة اللي هتخلينا محاورين جيدين، بغض النظر عن ان كانت شخصيتنا انبساطية او انطوائية، هو ان احنا نستنى. ويمكن في اشخاص ربنا سبحانه وتعالى اداهم المهارة دي بشكل طبيعي، ان هم بيتكلموا بهدوء وبتأني، وهذا التأني بيديهم فرصة انهم شوفوا ده له فايدتين. الفرصة الأولانية إنك ترتب أفكارك لما تيجي تقولها،
الحاجة التانية الكويسة ان انت تستمع بانصات وبعمق للشخص اللي بيتكلم. فلما نتأنى في الحوار هيبقى الحوار ماشي بسلاسة وبلطف، وهندي فرصة للشخص اللي قدامنا انه يخلص كلامه للآخر. النقطة السادسة ان احنا نتكلم في شيء يمثل شيء مهم للشخص للطرف الآخر. احيانا بقعد في حوار وشخص يبتدي يتكلم في موضوع يمكن يكون موضوع مهم بالنسبة له، لكن مش مهم خالص خالص للناس اللي حواليه. ويمكن كنت يعني في جلسة من الجلسات وشاب من الشباب ابتدى يتكلم على جيم، على لعبة، وابتدى يتحمس قوي 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 للعبة ويتكلم عنها بشكل حماسي، والناس اللي حواليه يعني خلاص فقدوا اهتمامهم بالكلام اللي هو بيقوله خالص خالص خالص. خلصت القعدة ومشي هذا الشاب، وابتدى اللي قاعدين يبتدوا يعلقوا تعليقات على هذا الشاب قد ايه ان هو تافه وقد ايه ان هو كذا وقد ايه ان هو كذا، مع ان انا من معرفتي بهذا الشاب هو مش تافه ولا حاجة. هو استخدم الجيم دي للتدليل على امر ما، لكن خدته الحماسة لانه بيحبها في انه يكررها ويبتدي يقول تفاصيل عنها. كل الناس اللي قاعدين كانوا اكبر في السن طبعا مش فاهمين هو بيتكلم على ايه. فلما نكون في حوار ما نستخدم قصص وحكايات او موضوعات تهم الطرف اللي قدامي. مهم جدا جدا ان انا لما اتأنى بقى النقطة اللي قبل كده اقيم الموضوع اللي احنا بنتناوله او اللي انا هطرحه، هل هو مهم للناس اللي حواليا ولا لا؟ هل بيحملوا في قلوبهم نفس الشغف تجاه الموضوع ده ولا لا؟ لان مدام الموضوع ما بقاش ريليتابل ليهم، ما بقاش يخصهم، ما بقاش يعنيهم، ما بقاش مهم بالنسبة لهم، فقد الحوار هدفه وما بقاش بقى دوات ورقص التانجو، ده بقى سولو، بقى حاجة فردية، أنا بتكلم 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 واللي قدامي عايزيني أسكت وخلاص. النقطة السابعة إن إحنا نتقبل الآخرين. الآخرين ليهم أفكار، جايين من خلفيات مختلفة، ليهم أفكار مختلفة، ممكن يكون عندهم مشاعر متعددة، ممكن يكون عندهم حاجات معينة بيفكروا فيها. قبل ما أنط وأحكم على هذا الشخص ده من حقه ده مش من حقه، ده كويس ده وحش، أبتدي أفكر في الخلفية لهذا الشخص وإيه اللي خلاه يفكر بالطريقة دي بدون ما أحكم عليه. في الأول احنا بنحكم على الاخرين بسرعة قوي، بنحكم عليهم من اللبس، بنحكم عليهم من الكلام، بنحكم عليهم من حتى من الشكل، من الملامح، من الطول، من القصر، من كل حاجة. من اول ما يقول على موقف ما انا موافق عليه او انا مش موافق عليه، لو هو موافق عليه واحنا مش موافقين حكمنا عليه لو هو مش موافق عليه واحنا موافقين برضو حكمنا عليه. فنتأنى شوية في إصدار أحكامنا على الآخرين ونسمع منهم ما يؤيد أو ما يعاكس هذا الحكم. وده يدخلنا في النقطة التامنة وهي التعاطف. التعاطف مهارة أحيانا بنتولد بيها بمخزون كبير. تلاقي الأطفال الصغيرين لما يشوف حد بيعيط، لما يشوف حد متضايق، الكلام ده كله يطبطبوا عليه، والكلام ده مع الزمن بنفقد هذا المخزون من التعاطف. في ناس بتتولد وقدرتها على التعاطف قليلة جدا جدا، ولكن التعاطف مهارة. والتعاطف بيكون اني اشوف وجهة نظر اللي قدامي وافكر هو رتب افكاره بناء على ايه، وصل للنقطة اللي وصل ليها دي بناء على ايه. ممكن يعني دايما اقول الحقيقة لها عدة اوجه، واحنا بنبقى شايفين الوضع من ناحية معينة. فعلى سبيل المثال كان في شخص
هذا الشخص ضرني وضايقني وعمل فيا حاجة وحشة جدا جدا، وفي اشخاص تانية ما شافوش وما يعرفوش اللي حصل بيني وبين هذا الشخص، فحكمهم على هذا الشخص ينقصوا بعض المعلومات اللي موجودة عندي. فنشوف ايه وجهة نظر الاشخاص اللي قدامنا، وصلوا لوجهة النظر دي ازاي، ونتعاطف مع الاخرين. مش م م يعني كل واحد بيصارع في جبهة ما، ولما نشعر بالتعاطف هيظهر على كلامنا، ولما الأشخاص اللي قدامنا يشوفوا إن إحنا متعاطفين معاهم هنقرب منهم أكتر وأكتر، وهيتقبلوا كلامنا أكتر وأكتر. النقطة التاسعة، ودي برضو مهارة من مهارات التحاور، هي إن أنا ألاقي نقطة مشتركة، ودي مهمة جدا جدا، خاصة لما نكون رايحين مكان مش عارفين كل الناس اللي فيه. ودي بتحصل في النتوركينج ايفنتس، خاصة في مجال العمل، لما ابتدي اروح اجتماعات او اقابل اشخاص، لو ابتديت ان انا اتكلم عن نفسي بس هقع في فخ ان ممكن اتكلم على حاجة مش مهمة بالنسبة للشخص اللي قدامي. فعشان يكون الحوار ناجح لازم يكون في حاجة مشتركة بيني وبين الشخص الاخر، وصدقوني في بيني وبين اي شخص في الدنيا كلها شيء مشترك. احنا كلنا بني ادمين، كلنا بنعيش حياتنا، كلنا بناكل، كلنا بنشرب، كلنا مهم لينا احتياجاتنا من الامان، من التواصل، من الحب، من التناغم، من النجاح، من الكلام ده كله. فلما اتكلم مع شخص احاول الاقي حاجة مشتركة، والناس اللي شاطرين قوي قوي في الموضوع ده بيبقوا البياعين الشاطرين او مندوبي المبيعات الشاطرين، يتكلم مع الشخص ويسأله بعض الأسئلة ويشوف حاجة معينة مشتركة بينه وبين هذا الشخص ويقوله. ممكن تكون البلد اللي هو جاي منها، ممكن يكون فريق الكورة اللي بيشجعه، ممكن يكون الأولاد، انا عندي اولاد والشخص التاني عنده اولاد ومهتمين باولادنا بنفس الطريقة، كاتب من الكتاب بنقرأ له. اهم حاجة ان احنا نلاقي شيء مشترك بيننا وبين هذا الشخص. النقطة الاخيرة بقى هي ان لازم اقدم قيمة ما في كل حوار بدخل فيه. وده يمكن نربطه بأول مهارة تانية، أول مهارة قلناها في مهارات التحاور، وهو إن يكون للحوار هدف، إني أحط هدف للحوار وأربط القيمة اللي هقدمها في هذا الحوار بالهدف من الحوار. لو الحوار تبادل معلومات أقول معلومة قيمة، أقول رأي سديد، أو أستمع، أو أأكد للشخص اللي قدامي إن أنا استفدت من الكلام اللي هو بيقوله. أهم حاجة إني ما سيبش هذا الحوار بدون ما أكون قدمت قيمة حقيقية للأشخاص اللي بيتحاوروا معي. دول العشر نقاط والعشر مهارات اللي هتخلي حواراتنا ثرية وهتخلينا محاورين جيدين. والمهارات دي أنا يعني دايما أكرر، إحنا مش مولودين بيها، إحنا بنتعلمها وبنصقلها كل ما بنتحاور، وكل ما بناخد بالنا من العشر نقاط دي في ان احنا اثناء ما بنتكلم، كل ما حصقل هذه المهارة اكتر واكتر، وكل ما حلاقيها انعكست على ثقتي بنفسي وطريقة الادارة في الحوار. طيب نحط الكلام ده بقى في حيز التنفيذ ازاي؟ تعالوا نمسك خطوة خطوة ازاي يعني هننفذ فعلا هذه المهارات بالشكل اللي يمكننا ان احنا نصقلها. اول نقطة، اني قبل ما ابتدي اي مناقشة او اي تحاور مع اي شخص من اللي حواليا احط هدف للحوار. زي مثلا انا عايزة اتكلم مع جوزي، يا ترى احنا هنقعد نتكلم علشان نقضي وقت لطيف؟ هل هنقعد نتكلم عشان نقوي أواصر العلاقة اللي بيننا؟ هل هنقعد نتكلم عشان نناقش مشكلة معينة؟ هل هنقعد نتكلم عشان نضحك ونهزر وخلاص؟ لازم يكون في هدف للحوار، وكل حوار
بندخله مع هذا الشخص ممكن يكون له هدف مختلف عن الحوار التاني، بس اهم حاجة ان يكون هذا الهدف واضح للطرفين والاتنين بيعملوا مع بعض عشان يوضحوا لبعض هذا الهدف او يصلوا لهذا الهدف. النقطة التانية هي اني ادخل الحوار وانا بحاسس بقيمة الشخص اللي انا بتحاور معاه، بعيدا عن سنه قد ايه، بعيدا عن وظيفته قد ايه، بعيدا عن اي حاجة معينة. هذا الشخص مدام هدخل معاه في حوار يبقى له قيمة وانا لازم اقدر هذه القيمة. النقطة التالتة او الخطوة التالتة لما اجي ادخل حوار وعايز ادلل على كلامي استخدم قصة مؤثرة سواء من حياتي او من القراءات اللي انا قريتها او من الكم المعلومات الهائل اللي احنا بنتلقاه من حوالينا، واستخدم القصة بشكل لطيف بحيث ان هو يؤكد ويدلل على وجهة النظر اللي انا عايز اعرضها. النقطة التانية اللي اعملها ان اثناء ما انا بتحاور مع الشخص اللي انا بتحاور معاه انصت واسكت واتأنى علشان اتأكد اني بسمع عشان افهم، مش ان انا بسمع علشان ارد. كمان لما اجي اختار الموضوعات اللي بتكلم فيها اتأكد ان هذا الموضوع مهم للاشخاص اللي انا بتحاور معاهم، مش كل شيء مهم بالنسبة لك هيبقى مهم للآخرين. وآخر نقطة ان الحوار يكون له قيمة، واني لما ادخل في اي حوار لازم اكون بقدم قيمة للاطراف اللي انا بتحاور معها. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده مش هيجي ما بين يوم وليلة، ومش بسهولة كده هننام ونصحى نلاقي تاني يوم ان احنا متحاورين جيدين، لكن ده بيحتاج لمهارة وصقل مهارتنا، وان احنا نستغل كل فرصة بتجينا ان احنا نقيم حوار ان احنا نمارس هذه المهارات. ممكن ادي لنفسي كده ان الشهر الجاي انا هركز على مهارة التحاور، وهحاول ان انا كل حوار ادخل فيه سواء في البيت او في العمل او مع الاصحاب او حتى مع الجيران او مع اي حد ان انا حمارس هذه المهارات، وحفكر في هدف للحوار وحمسك كل المهارات اللي اتكلمت عنها وحاول اعكسها وانفذها بحيث ان انا اصقل مهارتي. طبعا مهارات التحاور مهارات مهمة جدا جدا في الحياة، في البيزنس، في العلاقات سواء الشخصية او في العلاقات المهنية. دايما دايما الناس اللي هي محاورين جيدين بيقدروا يتفاوضوا كويس قوي، بيقدروا يعرضوا وجهات نظرهم كويس قوي، بيقدروا ياخدوا تأييد من الاشخاص اللي هم عايزين يحصلوا على تأييد منهم. مهارات التحاور بتفتح بيبان كتيرة قوي 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 لتحقيق اهدافنا وللنجاح وللمضي قدما في حياتنا. اشكركم واتمنى ان لو حلقة النهاردة عجبتكم ياريت تعملوا شير للفيديو، لان اعتقد انه ممكن ناس كتير قوي قوي تستفيدوا، واشتركوا في القناة لان المحتوى رائع، وفي الايام القادمة ان شاء الله هنتكلم على مزيد من مهارات ادارة الحياة اللي احنا محتاجينها. اشوفكم الفيديو الجاي.